وتعليقي على هذا الحدث من أوجه. الوجه الأول أن المسلم إذا قتله الكافر وخاصة وهو في دور من دور العبادة وخاصة وهو مظلوم أنه ذهب إلى خير، ده بالعموم. فهؤلاء نحسبهم والله حسيبهم، ونحن نعزي أهل من هذا المنبر وقلوبنا والله تتقطع، والمسلمون يحن بعضهم لبعض ويتألم بعضهم لما يصيب بعضا، ولو كان هذا في أقصى الأرض وهذا في أول الأرض، فهم جميعا أمة واحدة وكالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهم متفرقون في الأرض كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. فنحن والله نتألم أشد الألم، لكن عزاؤنا أن هذا قدر الله، وأنهم كانوا في دور عبادة، لم يكونوا يلهون، ولم يكونوا في دار يلعب فيها، ولم يكونوا في سكر أو في خمر أو في معصية الله تعالى. وهنيئا لهم، نحسبهم والله حسيبهم، هنيئا لهم. كون الزول يقتل وهو في بيت من بيوت الله تعالى وهو مظلوم، ده التعليق الأول. التعليق الثاني: رسالة إلى أهل الكفر في الأرض وإلى أعداء الدين، سواء كانوا من الذين يحقدون على الدين باسم الكفر أو يحقدون على الدين وأهله باسم هذا الدين. رسالة إليهم جميعا: دم المسلم غال عند الله تعالى، وكما في السلسلة الصحيحة للألباني: لزوال السماوات والأرض أعظم أو أهون عند الله، أهون عند الله من إهراق دم مسلم. لزوال الكعبة أهون عند الله من إهراق دم مسلم. المسلم ده عظيم عند الله سبحانه وتعالى، عشكي لما مسلم الله ذكره في القرآن وقال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قتلوه واحد، ما خمسين، واحد. لمن قتلوه قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله قال: وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. قال السعدي لحقارتهم عند الله: ديل ما يستاهلوا، ديل ما يسوا شيء، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هؤلاء الكفار أعداء الله وأعداء دينه. الرسالة الثالثة لأهل الكفر الذين يصفون المسلمين بالإرهاب: العمل الكلام ده مسلم؟ الكتلون ديل كفار ولا من المسلمين؟ وين موقفكم انتوا الآن؟ وين موقفكم؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. رسالة رابعة وأخيرة أقول للمسلمين: أفيقوا، أفيقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث أقام به الشيخ الألباني رحمه الله محاضرة كاملة فرغت في رسالة
اسمها التصفية والتربية، أن تراجع هذه الأمة نفسها، وأن يتربوا على الدين، وأن يتوحدوا على التوحيد والسنة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا جماعة والله ده زول غريب جدا، وده قدر الحصل، ده قدر كان ذلك في الكتاب مسطورا، ونحن نؤمن بالقدر، لكن يا جماعة ده مفروض نستفيد منه. ما ممكن زول يجي بيرشاش داخل المسجد في 40 رجلا أو 50 رجلا، والزول ده بدأ يضرب والناس يتلموا عليه بعض وهو شغال يضرب فيهم، واحدين يرقدوا في الواطة. نحن نسأل الله لهم الرحمة، لكن هذا الموقف الذي نرجوه من الناس ومن المسلمين، إذا حدث مثل هذا أن يكونوا أشجع وأن يكونوا أقوى، وأن لا يفروا من الدنيا من الآخرة إلى الدنيا. يا أخي ناس زول جزي ده لو تلموا فيه 10 قتل 2 وحيوا 8، ما مكسب، ما خير. هسي زول يجي برشاش داخل، كلنا نلبد في الركن نتفرج فيه شغال فينا ولا يجروا عليه؟ لكن ذا الفرق بيننا وبين الصحابة، لما جاء ذلك الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي وطعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهم في الصلاة، مش بر الصلاة، مش قبل الصلاة، هم في الصلاة، طعنه وطعن معه من طعن، والناس في الصلاة لا يحملون أسلحتهم، وتقدم عبد الرحمن بن عوف وضع رجل ثوبه عليه، فأحس الرجل بالهلاك فنحر نفسه فقتل نفسه لا أعاده الله، قتل نفسه براو لا ندرمه فيه شنو توب. فزول زي ده يخجى لو مش جبر الشاش، لكن يا جماعة الزول ما يخاف من الموت، الزول يستعد. الشيء المخوفك من الموت نظفه، خليك جاهز، خليك في أي لحظة. قال الحسن البصري رحمه الله: دخلت مسجد الكوفة فوجدت شيخا كبيرا في السن، قال: يا بني أنا هنا منذ 30 سنة أنتظر ملك الموت، لا لي عند أحد حاجة ولا لأحد عندي شيء، أنا جاهز. قال له: بفضل الله. جازول يا أخي طوالي تحتسب ومش عليه طوالي، أمج عليه والتاني مش عليه، ضرب دو دو، لو بقى أقوى أهل الأرض يتلموا في 5 و7 ما بثبتوه، ولو ضرب ده وضرب ده وينجو. في نساوين في المساجد، أنا أقعد أتفرج؟ لكن ده زول، ده يذكرك بالزول اللي كان في بغداد، التتر المغول ناس هولاكو يجوا يوقفوا المسلم، يقول لا أقف هنا، يقول لا أنا سيفي ما جبته في البيت، أقف هنا أنا كتلك، امشي يجيب السيف ويجي يلقى واقف. هل قال ده ما حينبره؟ ليه يا أخي؟ ليه؟ ليه زول يتعلق بالدنيا قدر دي؟ يا خامش قدام ويحتسب الأجر. وأنا ما بقول للدول دولة جماعة إسلامية ضعيفة وفيها ما فيها، أقول له نمشوا كاتلوا الكفار، لا، الله ما أمر بده، الله قال: وأعدوا لهم شنو؟ ما استطعتم، ابتداء من العقيدة، رب الناس على التوحيد، افتحوا التلفزيونات توحيد، افتحوا الروادي توحيد، افتحوا الإذاعات، يسووا المناظرات مع أهل البدع ومع أهل الشرك، اكسروا معاقل الباطل، انشروا الحق عشان الله يرضى وينصرنا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يا أخي الناس لما كانوا على السنة وكانوا على التوحيد وكانوا على المنهج القويم، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهر العدو بخاف منه، قبل شهر يا أخي صلاح الدين الأيوبي مشى كاتل معه 12 ألف مرق في فلسطين 10 سنة ما قلع الدرع، 10 سنة ورا بعض، وما رؤي ضاحكا 10. شوف العز بتاع المسلمين، وشال السيف بتاعه وطلع، ركب حصانه ولابس درعه
معاوي 12 ألف قسموا لي كتائب، مشى واجه 4 كتائب من الصليبيين، الكتيبة الواحدة فيها 15 ألف، وهو جيشه براي 12 كله، واجه 60 ألفا. بدت المعركة وواصلوا وقاتلوا واندفاع ما في جبن قدام طوالي، جو 20 نفر مسلحين خش فيهم طوالي، خش ما انت ميت ميت تقعد تنتظر لما يقتلك. قاتلون، انتهت المعركة، من المسلمين قتل 35 رجلا فقط، 35. قتل من الصليبيين 30 ألف رجل، نص الجيش طق انترموا، وأسر 30 ألفا، 30 ألف، 12 ألف جارين 30 ألف ماسكين سيوف وحاجاتهم وشالون جرجرون. قال فدخلوا سوق دمشق فباعوا الصليبي بنعلين، صليبي بنعلات مركوب بتاع جنينة ولا أصل الله اشتري طوالي، باعوا طوالي امش برا، بشر صليبي مدرب يبيعوا به مركوب نعلات، ده عز بتاع مسلمين يا ناس، كانوا بخوفوا الكفار لأنه كانوا على الدين، كانوا على التوحيد، لكن إذا المسلم بيرجف من ورقة، إذا قرية كاملة بتاعت ناس من تزبل الإسلام بترجفهم قطعة بتاعت بيان بتاع شيخ، شيوخ بتاع شنو؟ هو شي نزل البلد دي وغيره وزل المسلمين غير الشرك والبدع والخرافات، شنو؟ ناس دي تمشي قدام يا أخي، توحد الله، تدعو الله، تستعين بالله، تكون على العقيدة السليمة، ما يدعو غير الله، ما في شيخ بيعلم غيب، ما في شيخ بيدي جنة، ما في بشر ديل تعايل ليون بشر ما يسوى أي شيء، يكون زول شجاع، زول موحد، زول مقدام، زول قوي، زول كذا، جا زول زي ده يا أخ، زول مفسد يا أخ، يخش يا أخ عليك الله، ده ما بقطع القلب. ودي رسالة أخيرة يا أخ، مسلمين ما بيحموك كفار، ما لكم مال دول كفار يا أخ، خليك في بلد إسلام يا أخ، سافر دار تشتغل برا، مش مصر، مش السعودية، مش وين وكذا كذا كذا، وإذا ما تأمن على نفسك الفتن وإلى آخره، حتى في بلاد المسلمين ما مش اشتغل وكذا، واشتغل في البلد، اشتغل الله بيرزقك يا أخ، ما تمشي لون ديل، نسأل الله يرحم الموتى ديل، والله قلوبنا تتقطع مثل هذا، والله لو واحد بس قتلوه الزول قلبه يتقطع يا أخ، خليه 40، أكثر من 40 نفر، وزول دخل ما عنده رحمة، ايوه مجرحين خليهم، زول ما عنده رحمه، بيتاكد من الزول لما يقتلوا كذا كر ويجي وراجع كر ثاني، ايوه يفضي ده ويسوي ده ويفضي ده ويسوي ده. ودي رساله للعلمانيين والشيوعيين واللي بيفتخروا بدول الكفر، يا هالدوله بتحميك، يا هالدولتك، ناس قاعدين في احنا والله ما كيزان ولا اخوان مسلمين، لكن الحكومة دي مع شوف أي شيء، مش البلد فيها أمن وفيها بتفتح بلاغ بيرجعوا لك حقك، ماشينا ليه أبو جبيها لقينا ناس الجيش قاعدين في الشوارع قاعدين ضد أهل العداء وأهل الإفساد، ماشينا محل في الطريق محل قطية فيها قش، لا فيها كهرباء، لا فيها موية، لا فيها أكل زي الناس، لا شراب، ظلمة باعوضة كورك زي الركشة كرر، قاعدين ناس بتاع انجيش هناك خالين أهل وبلد وأي شيء قاعدين يحاموا في المسلمين ويكاتلوا في الخوارج وفي غيرهم، ديل قاعدين أولاد ميكي هنا في البلد دي قاعدين مرطبين، معلش وكلمة دي وديها لهم كذي، ناس مرطبين أولاد ممسحين، أنا بغض بصري منهم، قاعد أغض بصري منهم، ممسحين وما معرف حاجة تانية وملمعين، ما تفرز الولد من البيت، وانا قاعد جنبي واحد بنزل من مواصلات طوالي قاعدين تسقط، بس ما قادرين يقولوها ذاته زي الناس، ودارين البلد دي وهو يخلوها لك انت، وعاجباك بلد الكفر، روح الله لا عادك يا اخي، امش بلد الكفر ده يرشوك هناك، واصلوا انت لما يرشوك في البلد ديك ما بيلقوك في جامع، بيلقوك في محل بلبله اللي يرشوك، الله لا عادك يا اخي، يا ناس ما تضيعوا زمننا، أسأل الله يعز الإسلام والمسلمين، أسأل الله الكفار ده يذلهم والفيه خير يردوا للحق، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله،
لما الناس تعد العدة والناس يبقوا قدر الشغلة دي. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله العزاء والرحمة لهؤلاء الأموات الذين قتلوا، ونسأل الله أن يبدلهم دورا خيرا من دورهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأن يكرمهم وأن يصبر أهلهم وأن يتجاوز عنهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا.